السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. قبل ما نبدأ كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، كنشكر التعليقات ديالكم الرائعة، كنشكر الدعم ديالكم المعنوي اللي كتدعموني به. صراحة الله أغلب المتابعين كيدعمونا بالتعليقات الرائعة، كنشكركم بزاف وكنشكركم والشكر قليل في حقكم صراحة الله. اليوم جبرتوني يلا جيت من الشرطة، يعني عملت المسائل ديالي وعامل معايا غدا ان شاء الله غادي من المحضر باش غادي يعيطوا ديك السيد، ونتمنى من الله ان القضية تفك لي، ونتمنى من الله انني نتعوض لهادشي اللي خسرته بزاف صراحة الله. واحد العامل النفسي صعيب بزاف صعيب بزاف، انا كنقدم هاد الاخبار وانا يعني ما مركزش في الشغل ديالي، وكنتمنى تسمحوا لي لا تبرزيت اللي كان يعني كندخلكم فيه وكنحكي لكم لانني كنعتبركم بحال العائلة ديالي. فما نزيدش نطول عليكم، ندخلوا مباشرة في عناوين الحلقة. تحول مفاجئ، التلفزيون الرسمي الفرنسي ينشر خريطة المغرب كاملة. النصيري يعود للتحليق من جديد في نهائي كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي. القصة المفزعة لبيدوفيل الشاطئ وحقائق مقززة، شاهد التفاصيل. سخونية الراس، شوفوا أشو قال هذا اليوتيوبر في مدينة طنجة. صفعة قوية لماكرون من رئيسة وزراء إيطاليا، إنه الفيديو الأقوى مشاهدة في العالم. صدمة وراء صدمة، وما فعلته الصين جنن الكبرانات بعد تأييد مقترح الحكم الذاتي. مناكر الدنيا لا تنتهي، النسوية وهلاك المجتمع هو طريق لتفكيك الأسر المغربية. تفاصيل جد مثيرة يجب أن تشاهدونها في أطوار هذه الحلقة. زوبعة إعلامية بخصوص النجم حكيم زياش وفشله مرة أخرى في اجتياز الفحوصات الطبية، شاهد الحقيقة. في تطور مفاجئ، نشر التلفزيون الفرنسي الرسمي خريطة المغرب كاملة دون أن يقوم ببطرها كما كان يفعل عادة. القناة الخامسة فرانس 5 التابعة للتلفزيون العمومي الفرنسي غروب فرانس تلفزيون، وفي تقرير لها حول منطقة مرزوقة الصحراوية، أظهرت خريطة المغرب بصحرائه دون أن تقوم ببطرها. وذأبت القنوات الفرنسية على نشر خريطة المغرب بوضع خط يميز الصحراء على باقي جهات المملكة المغربية، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية لحل الأزمة بين البلدين. وقد تركت هذه الخطوة أسئلة كثيرة حول دلالتها في هذه الفترة بالضبط، وهل هي إشارة من باريس إلى الرباط لاقتراب اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وعلى الرغبة في ترميم العلاقة التي يطبعها البرود بين البلدين منذ مدة طويلة. ورغم أن الخطوة عبارة عن بث في نشرات الأخبار لقناة فرنسية رسمية، إلا أنها تعتبر خطوة جديدة على المشهد والأزمة. عاد نجم هجوم المنتخب الوطني المغربي يوسف النصيري للطيران مرة أخرى والتسجيل بقميص ناديه إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزية. وسجل النجم المغربي هدف إشبيلية مع بداية الشوط الأول من رأسية بديعة أعادت إلى الأذهان الهدف التاريخي والمونديالي في مرمى منتخب البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر. ولم يشفع الهدف الوحيد للنجم المغربي لتتويج إشبيلية باللقب الأوروبي، بعدما تعادل نادي مانشستر سيتي وخسر النادي الأندلسي النهائي بضربات الجزاء الترجيحية. دعا قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بيدوفيل الشاطئ الجديدة الاثنين 14 من غشت 2023 السجن المحلي سيدي موسى في انتظار أشواط من استنطاقه ومواجهته بضحايا من قاصرين حج بهم إلى الجديدة في رحلة تخييم في النوارة، وأوردت يومية الصباح في عددها اليوم الأربعاء 16 من غشت 2023 أن التحقيق قد يكشف أيضا عن الظروف التي أحاطت بواقعة الطفل الغريق بالبيضاء لما كان في رحلة استجمام
أطرها الموقوف في وقت سابق. وأضافت ذات الجريدة أن الوكيل العام للملك كان قد أحال المشتبه فيه في اليوم ذاته على قاضي التحقيق بعد أن تابعه بمجموعة من الفصول ضمنها الفصلان 485 و488 من القانون الجنائي، ولاحقه بقانون الاتجار في البشر، ما يجعله تحت طائلة حكم يصل مدى إلى 30 سنة. في وقت ضجت جدران التواصل الاجتماعي بمطالبات حد إعدامها لتحقيق الردع المطلوب في ظل تنامي الاعتداءات الجنسية على قصيرنا. وأكد ذات المصدر أن الرحلة التي أطلق عليها البيدوفيل تجاوز مخيما صيفيا لفائدة 19 طفلا من جمعية يرأسها تنشط في كرة القدم من أناسي بالدار البيضاء، كانت وجهتها مدينة الجديدة لقضاء 10 أيام بعدما استخلص من ذويهم مبلغ 700 درهم عن كل طفل تمثل تكاليف التخييم والتأمين، وأوهمهم بأن الإقامة ستكون لائقة بهم طيلة الفترة المحددة. والمثير فعلا تقول الصحيفة أن هذا المخيم العشوائي غادر الدار البيضاء في غفلة من سلطاتها وحل بالجديدة وبالضبط بتراب المقاطعة 6 قرب قرية الأطفال المسعفين، كذلك في غفلة من إدارتها الترابية، حيث اكترى للجميع شقة من غرفتين بثمن 250 درهما لليلة الواحدة. وكان البيدوفيل يحرص على عدم تحرك الأطفال جماعة حتى لا يثير انتباه أحد إلى هذا المخيم المقام خارج الضوابط القانونية والإنسانية. وظل البيدوفيل الموقوف في خراجات إعلامية سابقة يسوق لجمعيته التي تعنى بالتكوين في مجال كرة القدم، وكلما أتيحت له الفرصة للظهور استغلها في تمجيد كفاءته وقدرته على رعاية أطفال كان يصفهم بالفقراء الذين يعانون الهشاشة، ويتعين أن يستفيدوا من ملاعب القرب بحسب ذات المصدر. كان هذا ظاهره الذي يخفي وراءه حقيقة مفزعة تمردت عليه بشاطئ دوفيل بالجديدة وأماطت اللثام عن باطنه المتلذذ ببراءة قاصرين. بدأ مسلسل استباحة أجساد بالبيضاء في أكثر من محطة، وحلقته الأخيرة كانت بالجديدة لما ترصدته كاميرا هاتف محمول لفتاة تنحدر من مراكش رمقته في الماء يتلمس مؤخرة طفل عمره 9 سنوات وأكمل حضنه وتقبيله استرخاء على شاطئ رمال دوفيل تورد اليومية. وتابعت الصحيفة سرد أحداث القصة مؤكدة أن البيدوفيل البالغ من العمر 57 عاما يتمتع بقدرة كبيرة على الخطابة والكلام، لذلك لما تم إيقافه من قبل الشرطة السياحية عقب توصلها بالشريط الإباحي الذي انتشر بشكل واسع على تطبيق الواتساب، أظهر براءته مما نسب إليها وأن الأمور أخذت أكثر من حجمها الطبيعي، وأنه متمسك بمتابعة كل من يتهمه بشيء آخر خارج وظيفته التربوية التي يمليها عليه منصبه رئيسا لجمعية أناسي لكرة القدم، ما جعل الأمن بداية متحفظا إلى أبعد الحدود. وبتعليمات من النيابة العامة سيق الجميع إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لاستجلاء الحقيقة، وعند الاستماع إليه أنكر كل المنسوب إليها، ما جعل الوكيل العام للملك يمدد فترة حراسته النظرية وتعميق البحث معه لحصر دائرة اعتدائه في صفوف القاصرين، والتي كانت تشمل 4 منهم تمسكت عائلاتهم بمتابعتها، يشير ذات المصدر. ولدى عرضه مجددا على النيابة العامة صرح لدى سؤال عن دواعي تقبيل الطفل الذي ظهر بالفيديو، أجاب أنه كان يقبلهم كأبنائه، لكن أسئلة دقيقة منهم تقبيلهم في أفواههم في إباحة واضحة وشولاد كتبوسهم بحال هكا جعلته يتجع، معترفا بأنه كان يهتك أعراضهم بالتقبيل تارة وبتلمس مناطق حساسة تارة أخرى. وكانت المفاجأة المدوية ما صرح به قاصرون من أنه كان بعض حصص تدريب رياضية يأخذ معه إلى الحمام بأناسي ويمارس مسلسل تلذذه الذي حارس بداية على التقية فيها، لكن خلال الآونة الأخيرة لم يعد متحكما في نفسه الأمارة بالسوء، وأضحى يحضن ضحاياه في حضرة أقرانهم، وهو ما جعله لقمة سائغة لكاميرا هاتف محمول أطاح به بالجديدة. وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بمطالبات بأقصى العقوبات في حق هذا البيدوفيل، وصلت حد القصاص منها أي الإعدام، وجاءت ردود أفعال من جمعيات حقوقية، إذ انتصبت جمعية متقش ولدي داعية إلى مناظرة وطنية لمناقشة مخاطر تنامي الاعتداءات على قاصرين، واتخاذ جمعيات ستارا للتنكيل بهم.
وأكدت تدوينات فنانين منهم لطيفة رأفت وابتسام العروسي وآخرون على جسامة الفعل المرتكب في فيديو الفضيحة، ولفتوا الانتباه إلى مسؤولية الأسر في التنشئة الاجتماعية وحراسة الأبناء وعدم تركهم في أيادي مرضى يعبثون بأجسادهم. ولخص كل ذلك إيهاب أمير في تدوينة له قال فيها: لي عنده شي ولدي شد وحده، ما كاين لا مخيم لا والو، الإعدام الأمني قدام الناس باش يكون عبرة. وقع يوتيوبر معروف بمدينة طنجة في المحظور بعدما حاول استغلال شهرته وشعبيته الكبيرتين من أجل التأثير على شابة عشرينية متزوجة وإقناعها بترك زوجها وطفلتيها والعيش معه في مكان سري. وحسب المعطيات المتداولة فإن المعني بالأمر وبعد تعرفه على الشابة أدرك بخبرته أنها ستكون صيدا سهلا، حيث استغل وجود خلاف بينها وبين زوجها لدفعها إلى تطليقها رغم وجود طفلتين قاصرتين تجمعهما. وتضيف ذات المصادر أن المتهم نجح في مهمته لينتقل إلى مرحلة أخرى تهدف إلى إقناعها بالفرار معه إلى وجهة مجهولة، حيث بدأت الشابة تهمل ابنتيها وهو ما أثار ريبة والدها، والذي قاده بحث إلى اكتشاف علاقتها باليوتيوبر المذكور بعدما أثر على تسجيلات صوتية ومحادثات صادمة. مباشرة بعد ذلك قام الأب بتقديم شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، والتي أمرت بالتحقيق في الواقع قبل أن تصدر تعليمات للشرطة القضائية باعتقال المتهم، وهو ما تم يومه الثلاثاء رغم محاولة هذا الأخير الفرار من قبضة رجال الأمن. أعاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو قديم بالتزامن مع أحداث النيجر التي تسببت في انتشار الفوضى عقب الانقلاب على الرئيس محمد بازوم. ويظهر مقطع الفيديو المعاد نشره رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني وهي تفضح رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، وتصف مليوني فرنسا بالدولة المقرفة التي تسرق خيرات إفريقيا، وبينما 90% من شعب النيجر الفقراء بلا كهرباء. وأوضحت أن فرنسا تستخدم يورانيوم النيجر لتشغيل مفاعلاتها النووية، وتقول أيضا في حديثها: الحل في تحرير إفريقيا من الأوروبيين. ورغم أن الفيديو قديم لكن تم انتشاره بشكل كبير بسبب الأحداث الدائرة في النيجر. تناول تقرير أصدره مركز الإمارات للسياسات العلاقات بين الجزائر والصين مبينا النقاط المشتركة والنقاط الخلافية بين البلدين، أهمها قضية الصحراء المغربية ومبادرة المملكة منح أقاليمها الجنوبية حكما ذاتيا. وكشف التقرير الذي يحمل عنوان الموازنة والتحوط العلاقات الصينية الجزائرية في ظل تنافس القوى العظمى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما حقيقيا خلال اللقاء الأول الذي نظم في الاجتماع الأوفرو آسيوي في باندونغ عام 1955، ثم لاحقا بعد اعتراف الصين بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عام 58، وكانت أول دولة غير عربية تعترف بها. وسجل التقرير أن الجزائر هي الشريك الأصغر في العلاقات الثنائية، ويظهر ذلك في حجم صادرات الصين للجزائر التي تتجاوز 7 مليارات دولار سنويا، وينعكس وضع الجزائر أيضا في التصورات المتبادلة بين الدولتين. وأبرز ذات المصدر أن أحد أهم نقاط الخلاف بين الجانبين تمكن في توقعات الجزائر إزاء موقف الصين من حركة البوليزاريو قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الصين دعمت خلال حكم ماو حركات التحرر في إفريقيا والعالم العربي القائمة على حق تقرير المصير. لكن منذ دينغ شايبونغ باتت السياسة الخارجية الصينية أكثر برغماتية، وتوقفت بشكل شبه كامل عن تسليح الحركات المسلحة حول العالم وتمويلها، وينسحب الموقف البراغماتي الصيني على قضية الصحراء المغربية أيضا،
وتتبنى بكين اليوم موقفا محايدا مستندا لسياسة الموازنة الاستراتيجية في علاقتها بكل من الجزائر والمغرب بحسب ذات التقرير. وأوضح التقرير أن الصين تواصل في العلن التمسك بموقف محايد وتشجيع الأطراف على التوصل إلى حل عادل ودائم من خلال المفاوضات دون تقديم أي مبادرات للوساطة بين المغرب والبوليزاريو، كما يأمل مسؤولون جزائريون، مضيفا أن ما يقلق بعض المسؤولين في الجزائر أن الصين في المحادثات السرية مع المغاربة تظهر دعما لخطة الحكم الذاتية الذي تقترحه المغرب لحل قضية الصحراء، وهو ما يعتبره الجزائريون موقفا محيرا، ويرجع ذلك إلى تفسير الصين للقضية باعتبارها تتعلق بمبدأ احترام سيادة أراضي المغرب ووحدتها بحسب ذات المصدر. وترى الصين أن المغرب يزداد قوة وأهمية استنادا لاتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل بسيادته على صحرائها، وتوطد العلاقات مع واشنطن وأوروبا والنفوذ المغربي المتصاعد في منطقة الساحل وجنوب الصحراء. وتبرز أهمية الموقف الصيني الحذر أيضا من أهمية منطقة شمال إفريقيا الاقتصادية واللوجستية. أثارت حلقة مسجلة مع الأستاذة كوثر مختصة في الترويض الطبي بوزارة الصحة والنسوية سابقة إعجاب عدد كبير من المتابعين بسبب المعطيات الكثيرة التي كشفت عما يسمى الفكر النسوي، ناهيك عن عفويتها وحرقة كلامها. وصرحت المتحدثة التي فضلت عدم ذكر اسمها العائلي أو الظهور بوجهها وظهرت بوجه غير مكشوف أنها وقعت وهي قاصر ضحية استقطاب ناعم عن طريق حقوقيات في الإعدادية التي كانت تدرس بها، لتجد نفسها متأثرة إلى حدود بعيدة بالفكر النسوي. وكشفت أن الحركة النسوية في المغرب بدأت على شكل جمعيات تقودها محاميات يتطوعن لتطليق النساء عن رجالهن كلما اشتكت لهن امرأة سوء علاقتها بزوجها. وأضافت الأستاذة كوثر أن الفكر النسوي يقوم على تهميش قيم الزواج والأمومة والأسرة في ذهن المرأة مقابل الدراسة والوظيفة وجمع الأموال والانخراط في منطقة الاستهلاك. ومن الأمور الخطيرة التي أثارتها النسوية السابقة تركيز مروجات الأداليج النسوية على المراهقات بدل كبيرات السن، ما يفضح استقطابهن لإقناعهن واستغلالهن لقلة وعي القاصرات والمراهقات. وأكدت المتحدثة ذاتها أن هناك نسوية متأسلمة يجب الحذر منها، وهي ذلك النوع من النسوية الذي يروج لعدم وجود تعارض بين النسوية والإسلام، بل دعوة هذا لتلك. ومن أكثر الأمور إثارة في حوار كوثر حديثها عن عصيان بعض النساء لأزواجهن في البيت مقابل طاعة المدراء والمسؤولين في العمل، ما يعكس تناقض النسوانيات بخصوص موقفهن من التمكين للمرأة. وعن قوامة الرجل في بيتها قالت النسوية السابقة إن الإسلام أراح بها المرأة لتتفرغ بذلك لمسؤوليات أكبر، ولذلك فمزاحمة الرجل عليها قلب للأدوار وتراتيبها. كما تطرقت إلى ما تريده النسويات بدفاعهن عن العلاقات الرضائية من تدمير للأسر وقيم المجتمع، بل وتدمير حياة نساء وربما قاصرات بعد اضطرارهم لتناول حبوب منع الحمل أو القيام بعملية إجهاض خطيرة ومكلفة. وانتقدت الأستاذة كوثر دعوة الفكر النسوي إلى حرية المرأة في جسدها وممارسة علاقات الزنا إذا لم تجد سبيلا للزواج، داعية إلى أخذ الحذر من هذا الفكر لأنه يبيح كل رذيلة وجريمة بذريعة الحاجة وقلة اليد. وأخيرا طالبت النسويات بترك المغاربة وشأنهم، وأن قضايا المغاربة ورفضهم للمثلية وتجريمهم للزنا لا يعنيهن ولا يعني أي دولة أجنبية تدعمهن، مدافعة بذلك عن حق الأغلبية المغربية في التمسك بدينها وأصالتها وقيمها وثقافتها الإسلامية ضد أقلية تغريبية تستهدف كل ذلك. كما قالت في ختام كلامها إن جدارة المرأة المغربية وقوتها تتأكد بإنجاب 3 أو 4 مواطنين صالحين وتربيتهم تربية حسنة تمكنهم من الانسجام في المجتمع. هذا وعرفت الحلقة التي أظهرها الناشط إلياس الخريسي إعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين، حيث اعتبرها عدد منهم حلقة للتاريخ تدافع عن قيم المغاربة وتحمي المغربيات من مخططات النسوية.
كذبت الصحافة الرياضية الشائعات التي تداولت نقلا عن وسائل إعلام هولندية حول فشل الدولي المغربي حكيم زياش في الاختبارات الصحية للانضمام لنادي غلطة سراي التركي قادما من نادي تشيلسي الإنجليزية. وأفاد الإعلامي الرياضي التركي رودي غالوتي عبر صفحته على موقع إكس تويتر أنه على الرغم من الشائعات فإن الجزء الأول من الفحص الطبي الذي تم إجراؤه اليوم في لندن كان جيدا. وأضاف ذات المصدر الإعلامي أنه غدا أي اليوم في الصباح تم إجراء الجزء الأخير من الاختبار مع نادي غلطة سراي التركية. وأوضح أنه كما قيل اليوم إذا صارت الأمور على ما يرام سيسافر حكيم زياش إلى تركيا لتوقيع العقد. وتداولت وسائل إعلام هولندية شائعات حول فشل الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي مرة أخرى في الفحص الطبي من أجل الانتقال إلى نادي غلطة سراي التركية. وسبق أن فشل نجم أسود الأطلس وفق تقارير إخبارية في الاختبارات الطبية في مدريد تمهيدا لانضمامه إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تأكيد الفحوصات الأولية وجود مشاكل في ركبة زياش، وطلب أطباء النصر السعودي بإعادة اختباره. وتم تداول الأخبار في وقتنا لم يخرج نادي غلطة سراي أو تشيلسي أو اللاعب حكيم زياش بأي رد على هذه الشائعات. وكانت تقارير صحفية تركية قد كشفت أن الدولي المغربي حكيم زياش اقترب بشكل كبير من التوقيع في كشوفات فريق غلطة سراي التركي بعد توصل إدارة تشيلسي إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في غلطة سراي حول جميع بنود العقد، ليتبقى فقط إجراء الكشوفات الطبية. وكانت إدارة نادي غلطة سراي قد حجزت موعد إجراء الفحوصات الطبية لحكيم زياش في أفق التعاقد معها، غير أن أخبار تداولت وسائل إعلام هولندية أفادت بفشله في هذا الاختبار. كانت هذه آخر فقرة في حلقة لهذا اليوم. شكرا على حسن انتباهكم، ودائما جديد الأخبار، فقط ادعمونا باللايكات وادعمونا بالاشتراك، وأيضا بارتجوا الفيديو مع بعضكم لأن يعني بلا بكم ما غاديش يطلع. شكرا لكم، إلى اللقاء.